السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذه المحاضرة هي عبارة عن محاضرة إثرائية، بمعنى إثراء للمعلومات السابقة أو الدروس السابقة. طبعا هي ما فيها معلومات جديدة راح ناخدها، كل اللي فيها عبارة عن activities أو أسئلة، يعني دي كيستيون أو دي اكتيفيتي، يعني عن مجمل المحاضرات السابقة. تعالوا نشوف مع بعض شو المحاضرة هاي، يعني فحواها أو عن إيش بتتكلم. لو جينا هنا راح نلاقي طبعا المحاضرة بشكل عام عن كيف، أو الصفحة هاي اللي هي 22، يعني عن كيف إنه أنت تكون جمل، رقم واحد كيف تصرف أفعال داخل الجمل، وطبعا كيف تطرح أسئلة على اللي هو بعض الإجابات. هاي الثلاث شغلات اللي هي أهم شغلات عندي لحتى الآن. لو أنا إجيت هنا راح أشوف في نهاية المحاضرة الماضية كنا حكينا عن اللي هو بعض المسميات أو بعض الأفعال للأنشطة اللي بنقوم فيها أو اللي بنحبها أو بنكرهها. لو إجينا هنا إحنا ممكن نلاقي مثلا، أنا على سبيل المثال ممكن آخذ فعل كلمة لو سينما وكلمة لو تياتر، فأنا بدي أركب جملة عليها. تعالوا نشوف النشاط شو بيحكي. فوز إيمي أو فو نيمي با، يعني أنتم بتحبوا ولا ولا ما بتحبوا. فيت دي فخاز، يعني فيت معناها دو، يعني فريزز اللي هو طبعا جمل، اللي هو فيت بمعنى اللي فعل فيغ مصرف مع فو. فيت دي فخاز افيك لي زيليمون سويفون، بمعناها ميك كويستشنز او ميك سنتنسز ويز طبعا ذا نيكست اليمنتس. تمام، هيك معناها. طيب سويفون معناها التالي. فعندي الكلمات تاي والكلمات تاي، انا ممكن اختار كلمه لو سينما او كلمه لو تياتر. بامكانك تستخدم الفعل اللي انت بتحبه طبعا من ضمن الافعال اللي احنا اخذناهم سابقا. فانا ممكن اجي احكي مثلا انه يعني انا احب السينما ولا احب التياتر، بحكي بالشكل التالي: جو ام، طبعا في عندي او، في عندي الا هنا، فبحط ابوستروف اللي هي فاصله وبمسح الاو هاي، فبصير جيم لو سينما، انه انا احب السينما. مي بمعنى ولكن، اللي هي بات. جو نيم با لو تياتر، انه انا لا احب المسرح. تمام، هاي جملة. بامكاني اكون جملة ثانية على سبيل المثال اللي هو طبعا لو اخذنا كلمة مثلا هنا فواياجي ومارشي. تمام، فواياجي يسافر ومارشي يمشي. انا ممكن اجي احكي جو نو خيفير با، انا لا افضل اللي هو طبعا المشي مارشي، مي جادور فواياجي، انه انا بعشق السفر. بامكاننا نعمل جملة ثالثة واخيرة انه هن اللي هي طبعا عبارة عن اللي هي لا بانتور اللي هي الرسم، وطبعا لو تنس. ممكن اجي احكي مثلا جو ديتست لا بانتور، انه انا بكره الرسم. وايش كان احنا بنحكي عن غيفي، يعني احلام. مي جادور، اعشق او طبعا احب اللي هو غيفي، ان انا احلم. تمام، هاي طبعا يا جماعة يعني تركيب جمل سهل جدا، بس انت كل المطلوب منك تختار الفعل اللي انت بتشوفه مناسب وتنفي الفعل اللي انت حابب تنفيه. تمام، وطبعا تستخدم كلمة مي لو كان مطلوب مني او لو انت حابب تستخدمها. واهم شغلة انه انت تكون عارف تصرف الفعل مع الضمير الموجود. لو احنا جينا اخذنا الجملة هاي طبعا وبدلنا جو بفو، راح تلاقي انه حيحصل عندي بعض التغييرات. فو هنا انه بمعنى انتم، بدك تضيف هنا زد عشان تصير طبعا ايه مصرفة كويس. وطبعا هنا فو يا جماعة انا غيرت الضمير، وبناء على الضمير اللي تغير الجديد طبعا صرفت الفعل مع الضمير الجديد. تمام، طيب نشوف النشاط الثاني. النشاط رقم 2 انه في عندي هنا اللي هو بده بيحكي لك استخدم لي زارتيكل ديفيني اللي هم عبارة عن لو ولا واللي. لو احنا اجينا حكينا هنا بيحكي لك استخدم زارتيكل ديفيني، بدك تشوف اذا عندك جمع بنستخدم ليه، اذا مذكر بنحط له، اذا مؤنث بنحط له. فانا باجي بحكي كارين نيم با، كارين ما بتحبش، او كارين ما بيحبش، ما بتحبش. تمام، الفيل اللي هي المدن، لاحظ عندي فيل مدن جمع، فانا بستخدم اول حل هنا اللي هو هين افتح صفحة جديدة اللي هو النشاط رقم 2 اللي هو الفراغ الاول. ليه؟ لانه ايه؟ لانه عندي كلمة فيل المدن. تمام،
طيب لو جينا الفراغ الثاني، البخفاغ هي تفضل، شو بتفضل يا جماعة؟ ماغ البحر، البحر هي عبارة عن كلمة مؤنث فبحط إلها لا، تمام؟ طيب إيه ال إيه بمعنى و، ال الدوغ وهي تعشق، سولي معناها الشمس، فالشمس مذكر بحط إلها لو. النيم با لا تحب، أفيون معناها الطائرة، بغض النظر مذكر أم مؤنث، في عندي الكلمة بتبلش ب أ، فبالتالي بروح بحط الأبوستروف اللي هي الفاصلة، هاي هي حطيتها أنا هنا، تمام؟ طيب البخفاغ طبعا هي تفضل، تخان القطار، القطار هو عبارة عن كلمة مذكر باللغة الفرنسية بحط إلها لو. طيب إيه فراغ فواتور، فواتور معناها سيارة، وهي كلمة مؤنثة بحط إلها لا، تمام؟ طيب هذا كان اللي هو السؤال رقم 2. السؤال رقم 3 بيجي بحكي لك حدد او اعرف لي الكلمة هاي. طبعا اول شيء بدك تعرف انه هي مذكر، تمام، ام مؤنث، اللي طبعا طبعا، او اللي هو جمع، انه ممكن تكون جمع، فبدنا نحدد. هذا اول شغلة. ثاني شغلة بحكي لك حدد انه هي بدها لو، لا، لي، ولا ان، اون، دي. نفس الشيء بالعربي، إذا أنت بدك تستخدم قل التعريف بتستخدم هنا، مش قل التعريف اللي هي النكرة بنستخدم هنا. فتعالوا نقرأ الحوار مع بعض، بنعرف بنقدر نحدد مع بعض إنه إحنا بدنا ديفيني ولا أن ديفيني. بولا إي إيطاليان، بولا اللي هي عبارة عن اسم فتاة، هي إيطالية. إلى بيت أغم، تسكن، أبيت اللي هو فعل أبيت يا جماعة، وكتير حلو جدا الفعل هذا، حكيناه سابقا بمعنى يسكن. فهذه ار، فإلى بيت هي تسكن، تمام، وين تسكن؟ اغم، تسكن في روما. الترافاي تشتغل، دون يعني تعمل في، احنا بنحكي لابوغاتوار معناها معمل، معمل طبعا طبي او كذا، فبالتالي في عندي لابوغاتوار، لابوغاتوار نكتب لكم اياها عشان تعرفوا تلفظوها، لابوغاتوار. احنا عارفين طبعا الاو والاي باللغة الفرنسية عبارة عن وا، تمام. طيب فهي بتشتغل في معمل، المعمل اول شيء هو عبارة عن كلمة مذكر. طب هل انا بدي استخدم الها لو ولا ان؟ هل انا بحكي هل تعمل في المعمل ولا في معمل؟ في مختبر، في المختبر ولا في مختبر؟ في مختبر، فهي نكرة، فانا بستخدم الها ان، فبالتالي الاجابة الاولى اللي عندي هنا راح تكون اللي هي ان، هذه الاجابة الاولى. طيب افيك، وتعمل مع انفورماتيسيان، انفورماتيسيان اللي هم طبعا اللي هم علماء الحاسوب او اللي بيشتغلوا في الحاسوب او خبراء الحاسوب، او انفورماتيسيان اي حد بيشتغل رقميا مش تقنيا، تمام. فبالتالي تعمل مع انفورماتيسيان، هلا هاي بتكون نكره مش معرفه، فبالتالي الاجابه الثانيه راح تكون دي، تمام. اي طبعا انجينيور ومهندسين، فبالتالي هنا انجينيور بدها طبعا دي لانها جمع. إليم هي تحب الموسيقى، مش تحب موسيقى، تحب الموسيقى، في عندي ال التعريف، فالإجابة رقم 4 حتكون اللي هي لا ميوزيك. معلش مش عارف أكتب لأن الولد على إيدي، أوكي، لا ميوزيك. إيه الاستواغ، طبعا استواغ عبارة عن كلمة اللي هي طبعا التاريخ بشكل عام، يعني بتحب التاريخ أو مادة التاريخ، فهنا الاستواغ بتبلش بحرف الاتش، فبالتالي بدي احط لها الابوستروف، هذه الاجابه الاخيره، تمام. طيب الان يا جماعه تعالوا نشوف اللي هو السؤال الرابع، كيف السؤال الرابع هذا راح يتم، او كيف احنا ممكن نحل السؤال الرابع. السؤال الرابع يا جماعه باختصار، في عندي voici، voici يعني there is، او this are، او this is يعني بمعنى انه هاي الشغل، voici بمعنى this is او those are، تمام. فبمعنى انه ايه، this are، these are، those are، اوكي، بمعنى انه فواسي، لما انا باجي بحكي لك فواسي ان ستيلو، هذا قلم، تمام. فبحكي لك هذه اجابات اللي هنا موجوده عباره عن اجابات كلياتهم. تروفي، تروفي هي عباره عن فعل بمعنى فايند، تمام. تروفي بمعنى اللي هو فايند يعني جد، يعني بدك تلاقي ان، او انت تعمل الاسئله لكيستيون. الان الاجابه الاولى هي عباره عن وي جادور دونسي، نعم انا احب او اعشق الرقص، فهذه هي الاجابه وي، تمام، جادور دونسي. طيب انا حكيت لك اللي هو الاجابه هاي، اسف، فانا حكيت لك الاجابه هاي، برايك شو راح يكون السؤال؟ انا بحكي معك اول شيء، انا بحكي يعني واحد بيرد عليك بيحكي لك نعم انا،
أحب مثلا الرقص. فأنت بدك تسألني، أنت بتخاطبني لأنه أنا ضمير حاضر مش غائب، فبالتالي أنا بدي أجي أحكي لك tu أو طبعا vous، واحدة من التنتين. طبعا بإمكانك tu adores أو aimes، هل تعشق أو تحب، أو هنا ممكن نحكي vous adorez أو aimez، بنفع طبعا اللي هو السؤال كان دون سي. هذه هي الإجابة، هذا هو السؤال السليم على الإجابة اللي في الأعلى. طبعا الإشي سهل جدا، لما واحد بيحكي لك نعم أنا أعشق الرقص، بدك تحكي له بصيغة التو أو بصيغة الفو، هل تحب الرقص، هل تعشق الرقص، أو بصيغة الفو لو أنا بدي أحترمك أو ما بعرفك أو أنت أكبر مني سنا أو مقاما. هذا كان الإجابة الأولى والسؤال عليها. لو أجينا للإجابة الثانية، سي جينيال. سي جينيال اللي بمعنى إنه هذا رائع. شو السؤال على كلمة سي جينيال؟ يعني عبارة عن أي سؤال أنت ممكن تحطه من مخيلتك، يعني تسأل هل تحب، يعني مثلا هل تحب السفر؟ ممكن أرد عليك أحكي لك سي جينيال عادي، تمام؟ يعني ممكن أجي أحكي لك تو أم فواياجي، هل تحب السفر؟ فممكن تكون الإجابة عليها سي جينيال، نعم هذا رائع، تمام؟ طيب الآن نيجي للسؤال رقم ثلاثة، هي عندنا إجابة جو مابيل نيكولا، إنه أنا اسمي نيكولا، فبالتالي السؤال عليها اللي هي كومون تو تابيل أو كومون فو فو أبلي، إحنا عارفين السؤال هذا، أو كلمة كومون بإمكانك تحطها في الآخر. على سبيل المثال ممكن أنا أجي أحكي فو أبلي، تمام؟ كومون يعني شو اللي هو اسمكم، فبالتالي هنا طبعا انا كومون حطيتها في النهايه، بامكاني احطها في البدايه. فو فو زابلي، اسف في عندي تنتين فو، فو فو زابلي كومون اللي هو طبعا انت شو اسمك، تمام؟ فهنا انا عندي عباره عن سؤال للاجابه الثالثه. لما انا اجي احكي لك الجمله هاي جو سوي بيلوت، انه انا طيار، يعني بمعنى السؤال هنا، هل علامة استفهام السؤال هنا اللي هو مش عارف ايش انا عملت سؤال، اسف، هي عبارة عن اجابة. انا بدي اعمل سؤال على الجملة هاي، فبدي اسألك ذاكرين الجملة اللي كانت فيها دون لافي، ذاكرينها ولا مش ذاكرينها؟ اللي هي عبارة عن كيسكو تشوفي دون لافي، او بامكانك تسالها بصيغه ثانيه اللي هي كيسكو فو فيت. طبعا كلمه دون لافي لازم نحطها ونحط علامه استفهام في النهايه، تمام؟ فهذا هو السؤال على الاجابه هاي. لما واحد بيحكي لك انا استاذ، او انا مدرس، انا طبيب، انا ممرض، فهذا هو السؤال على ماذا تعمل، تمام؟ لازم نحفظ السؤال هذا. طيب الآن لو جينا للسؤال أو الإجابة الخامسة، نو إي سون جابوني، واحد بيحكي لك لا، ركز معي، نو لا إيل بنحكي عنهم ضمير غائب طبعا، هم يعني سون اللي هو تصريف فعل إتر، تمام؟ مع إيل، أوكي، إيل سون جابوني اللي هو إيه؟ إن هم يابانيين. فبالتالي الإجابة، السؤال على هيك إجابة بده يكون طبعا أنت بدك تكون سأل، يعني بتسأل يعني عنهم، تمام؟ يعني ولكن بجنسية غلط، يعني إيلسون مثلا فرنسي، هل هم فرنسيين؟ تمام؟ إيلسون فرنسي أو إيلسون حط أي جنسية غير الجابوني، فبدها تكون الإجابة لا، إنهم يابانيين، تمام؟ طيب نشوف الإجابة السادسة، أباري. أباري اللي هي معناها في باريس، تمام؟ اللي هي أباري. السؤال على هيك يعني إجابة ممكن يكون أين يسكنون، أين يعملون، أين يذهبون، فإنه أنت ممكن تيجي تحكي مثلا أو أين تسكن، مثلا tu habites où، أين تسكن، طبعا ممكن تكون الإجابة على أباري. ممكن تحكي vous travaillez او اين تعملون، برضو ممكن تكون الإجابة في أباري طبعا. وهنا ممكن تحكي مثلا nous allons
هاي طبعا ان كابيتال، يعني لازم تكون nous allons. وانه اين نذهب طبعا ممكن تكون à Paris. الثلاث يعني اسئله هذول ممكن يكون لهم à Paris، يعني الى في باريس، تمام، او الى باريس، تمام. فهذه الاسئله اللي ممكن تكون على يعني كلمه زي هيك. طبعا ممكن نيجي نحكي مثلا مسيو اي مدام دو بوا، السيد والسيده دو بوا، يعني سون يكونون بروفيسور، مدرسين. فانا ممكن السؤال على هيك جمله ممكن يعني نحكي مثلا كيس كيل فون، اللي هي هاي اللي اخذناها سابقا. طبعا هنا كيس كيل ليش؟ لانه هاي في الاساس ك وإيل، فبالتالي بروح اشيل هاي وبحط فاصله. كيس كيل فون، ماذا يعملون طبعا دون لافي، شو بيعملوا في الحياه، شو بيشتغلوا. فكانت الاجابه على هيك سؤال انه مسيو ومدام دوبوا، السيد والسيده دوبوا، يعني هم مدرسين. طبعا دون زان ان اوبيتال يعني في مستشفى، فبامكاننا نعمل سؤال على هيك اجابه، اللي هي الاجابه كانت كالتالي: دون في ان اوبيتال، في مستشفى، في مستشفى. فالسؤال على هيك اجابه ممكن نجي نحكي مثلا tu travailles، انت حر. شوفوا انتم معظم الاسئله يعني اللي هعطيكم اياها فيها حريه مطلقه باختيار الافعال واختيار الضمير. تو ترافاي، او اين تعمل، فبتحكي لي دون زانو بيتال. ممكن نغيرها ب فو ترافاي، نفس الشغله، تمام. او اين تعملون بتصير في دون زانو بيتال، تمام. طيب الجملة رقم 9، جو بريفير لو روك، انه انا افضل اللي هو الروك، موسيقى الروك، تمام. طبعا في عليها كثير اسئلة، لكن انا يعني في انماط اسئلة احنا ما اخذناها ما راح احكيها، اللي هو اي نوع من الموسيقى تحب، اي نوع من هذا ما بدنا نحكيها، زي which kind of، تمام. اسف بس يا بابا، بس which kind of music، بدناش نحكي الموضوع هذا، ولكن باختصار ممكن تيجي تحكي لي مثلا، ممكن تيجي تحكي لي تيام، يعني ممكن تحكي لي سؤال على هيك، يعني تيام تيام لا ميوزيك، طبعا هل تحب الموسيقى، فممكن تكون الإجابة عليها جو بريفير لو روك. طبعا هنا بدنا وي، ممكن مفروض نكون أمامها، هل تحب الموسيقى. السؤال الأخير أو الجملة الأخيرة، جيتودي ليستواغ ا لونيفرسيتي، أنا أدرس التاريخ في الجامعة. هذه الإجابة أو هذا نوع من الإجابات ممكن يجي عليه السؤال ماذا تدرس، وممكن يجي عليه السؤال ماذا تفعل، يعني في الحياة شو بتشتغل، كيسكو تو في دون لافي، معناها ماذا تعمل في الحياة. ممكن تحكي أنا أدرس الطب، أنا أستاذ، أنا طبيب، أي حاجة. فهنا طبعا اللي هو لما واحد يجي يحكي لك أنا أدرس، جيتودي اللي هو فعل إيتودي، معناها طبعا الفعل هذا إيتودي فعل ينتهي ب إي آر، سهل طبعا التصريف، فهذا الأفعال إحنا بنعرف نصرفه من نوع من الأفعال. الآن بإمكاننا نسأل على هيك سؤال، على هيك إجابة نعمل سؤال اللي هو كيسكو، تمام، تو في طبعا دون لافي، شو أنت بتعمل في الحياة. وممكن أسأل سؤال ثاني، كيسكو، هاي الفاصلة هنا بدها تيجي، معلش، أوكي، كيسكو تو، يعني انت شو اتدي، يعني ماذا تدرس، تمام، ماذا تدرس، اوكي. فانا ممكن اجي احكي جيتدي انه انا ادرس اي شغله بدك اياها، على سبيل المثال انت بتحكي لا ميدسين، تمام، انه انا ادرس الطب، اوكي. يعني خطي اكيد مش حلو، لكن بيكون في كل الاحوال احلى من خط الروشتات اللي راح تصيروا تكتبوها ان شاء الله لما تصيروا دكاتره. معلش تحاولوا تقبلوا هالمزحه هاي، اوكي. فاللي انا بدي احكيه جيت دي لا ميدسين، انا ادرس الطب. جيت دي اي يعني لا جيوغرافي مثلا، لا ليتيراتور، يعني اي حاجه انت بدك اياها تدرسها. السؤال عليها واحد من الاثنين، كيسكو تو في دون لا في، او كيسكو تو اتيدي، ماذا تدرس، تمام،
أوكي، الآن لو إحنا إجينا للسؤال، يعني صراحة السؤال 5 و7 و8 وفي عندنا 6، 5، 6، 7، 8، بفضل نشرحهم في المحاضرة القادمة لأن ما بدنا نضغط كثير في عدد الدقائق في المحاضرة هاي. بتشكركم كثير، واللقاء في المحاضرة القادمة إن شاء الله.